أوهايو. ناكل إيه في اليابان؟ طبعا كلنا عارفين إن أكتر من 90% من أكل اليابان فيه لحم خنزير، ممكن كمان توصل ل95%. طب ناكل إيه؟ نقضيها إزاي؟ تعالوا معايا أقول لكم ناكل إيه في اليابان. من غير ما نفكر، إحنا في اليابان هناكل سمك فقط، وكمان هعرفكم تاكلوا أسماك منين وإزاي وأسعارها تكون رخيصة. ده طبعا السوشي، السمك الني مع الرز. طبعا السوشي الياباني معروف أسعاره بتختلف، يعني مثلا على سبيل المثال دي ب 3500، يعني تقريبا ب 700 جنيه مصري، ولكن في حاجات أرخص من كده بكتير، يعني دي مثلا ب 400 جنيه مصري وهكذا. طيب في حاجات أقل من كده؟ أو في حاجات أقل من كده بكتير، وخصوصا إن أنا هقول لكم السر الأهم على الإطلاق. هنا تقدر تشتري الأسماك نية بأسعار رخيصة جدا، يعني مثال مثلا عارفين السلمون ده قيمته فقط 800 ين، يعني كام؟ يعني تقسم على 5 على طول وشوف الرقم هيطلع لنا كام، يعني أقل من 200 جنيه. عندك الأسعار دي، مثلا السردين ده تقريبا ب 500، يعني ب 100 جنيه. في طبعا أنواع أسماك كتيرة جدا تقدر تشتريها، وعلى فكرة رخيص السمك الني في اليابان، رخيص نسبيا، في أنواع منه بتبقى رخيصة جدا. طبعا علشان أنصحك بقى تاكل أكل سمك، حاول أنك ما تاكلش السمك في المطاعم، لأن الأسماك في المطاعم غالية جدا، وتقدر تجيبها وتعملها في بيتك أو في الهوستل. تعالوا نشوف كده الجمبري أسعاره إيه. بص يا جماعة، ده الجمبري اللي هو السويسي بتاعنا الكبير ده قيمته تقريبا 1000، يعني ب 200 جنيه مصري. نفس الكلام الحبة الصغيرين دول ب 400. وانت ماشي بقى هتلاقي أنواع كتيرة جدا جدا، وممكن تلاقي عروض وأسماك سعرها رخيص جدا. يعني على سبيل المثال السمكة دي قيمتها فقط 268 ين، يعني انت بتتكلم اقسم على 50 جنيه تقريبا تقدر تجيبها. وأجمل حاجة في الأسماك اللي هنا دي، انك مجرد انك هتحطها على النار يا جماعة دقيقة بالظبط بنقطة زيت صغيرة، أو حتى من غير زيت، هو أصلا السمك هنا بيتاكل، ممكن تاكله ني، حرفيا ممكن تاكله ني. وطبعا في بعض الهايبرات هنا بتقدم لك الأسماك بتكون جاهزة للأكل، وده اللي أنا بنصح بيه، ولكن خد بالك من الصوصات لأنها غالبا بتحتوي على لحم أو منتجات أو مشتقات الخنزير. يعني ده مثلا تعبان البحر دي قيمتها 200 جنيه، وعلى فكرة سعرها معقول جدا بالنسبة للجودة بتاعتها. وأجمل حاجة في اليابان إن الأسعار ما بتبقاش عالية ما بين الأماكن اللي هي العالية جدا، يعني الأماكن الفخمة عندهم أسعارها تقريبا نفس أسعار الأماكن برة، فدي ميزة من مزايا اليابان. طبعا السمكة دي مشهورة جدا جدا، ودول القطعتين دول ب 600 ين، يعني تقريبا 120 جنيه مصري. تمام، هنا هنكمل مع بعض. طبعا هتستغرب قوي ان سمكة التونة هنا في اليابان الى حد كبير غالية، انتوا متخيلين يا جماعة؟ دول تقريبا ب 600 ين. طبعا الكلام ده على فكرة احنا بنتكلم قبل الضريبة، لان خد بالك دي برضو من الحاجات المهمة، ان بيكتب لك السعر قبل الضريبة اللي هو الرقم الكبير ده، مثلا اللي هو 590، وهتلاقي في رقم تحته اللي هو 637، ده اللي هو بعد الضريبة. تمام، وهنا كل حاجة بيدفع عليها ضريبة، والضريبة على فكرة في حدود 10%، يعني لو حبيت تحسبها. يعني طبعا سمكة التونة هنا مشهورة جدا جدا في اليابان، والاتنين الصغيرين اللي قدامنا دول تقريبا ب 600، يعني ب 130 جنيه، فهي تعتبر أغلى سمكة هنا، أو من أغلى السمك اللي موجود هنا، وده شيء في منتهى الغرابة. في طبعا بعض الحاجات هنا بتبقى أسعارها غريبة قوي، يعني مثلا رؤوس الأسماك الكبيرة قوي دي دول ب 40 جنيه، كبار قوي قوي، معرفش مين ممكن يجيب رؤوس الأسماك ويعملها. تعالوا ننقل على
حاجة كده أحيانا بتبقى عروض، بس بتبقى عروض قوية جدا. يعني السمكة دي اللي هو سمك السلمون ده نازل يا جماعة بتقريبا 1000، يعني الجزء الكبير أو الكمية الكبيرة دي يا جماعة كبيرة قوي، وقيمتها تقريبا 200 جنيه فقط. فطبعا الأسعار أو أسعار الأسماك في اليابان في المطاعم غالية، ولكن في الهايبرات أنت بتاخد أكبر وأفضل حاجة ممكن تتخيلها، وأسعارها تعتبر مش فلوس. تعالوا مثلا نشوف مثال بسيط جدا على الأكلة دي. بص يا جماعة جمالها، دي تقريبا ب400، يعني ب80 جنيه فقط. وعلى فكرة معظم السمك هنا تقدر تاكله ني حرفيا. متخيلين ده ايه؟ ده الكافيار يا جماعة اهو، وقيمته تقريبا 200 جنيه فقط. طبعا هنا بس حاول على قد ما تقدر وانت بتجيب الاسماك انك انت تجيب الاسماك من غير الصوص بتاعهم، لان الصوص بتاعهم احيانا كتير بيكون في مشتقات الخنزير، ولازم ناخد بالنا من النقطة دي كويس. يعني مثلا السمكة دي، انا طبعا مش خبير في انواع السمك، ولكن انا عايز اقول لك انها سمكة طعمها كويس جدا، وبرده السمكة دي انا برده دقته وطعمه جميل وسعره رخيص جدا مش غالي ابدا. تعالوا بقى نشوف نوع من انواع الاخطبوط، بصراحة جميل جدا جدا، ومن الحاجات اللي بتميز قوي او الاكتوبوس اللي بيميز اليابان بشكل عام. دي يا جماعة تقريبا ب100 فقط، اللي هي القطعة دي او تقريبا ب100، من 100 ل200 حسب الوزن، وجميلة بجد، وعلى فكرة ممكن تتاكل نية حلوة قوي قوي. طبعا دي اسماك معمولة بالفعل وجاهزة، جاهزة للاكل تقدر تاكلها، ولكن برضو بحذر وبقول لكم خدوا بالكم في اليابان الصوصات بتاعتهم كتير بتبقى معمولة بمشتقات الخنزير، فبالتالي لازم ناخد بالنا واحنا بناكل في اليابان. النصيحة بتاعتي اللي دايما بقولها، حاول تاكل في اليابان الأسماك فقط. وطبعا لو هتدور في أماكن كتير على الأماكن اللي هي فيها يعني الأكل الحلال، هتبقى إلى حد كبير صعبة ولكنها موجودة. فعشان كده حاول بقدر المستطاع تعتمد على السمك وانت في اليابان، والسمك الني السوشي هو الحل في اليابان. ما تحاولش تاكل اي اكل في اليابان الا اكل السمك، حتى مشتقات الجبن بلاش، اي حاجة حتى المخبوزات يا جماعة المخبوزات دي اول حاجة ممكن ناكلها. تعالوا بقى ندخل على جزئية تانية، وهي حاجة تانية ممكن تاكلها في اليابان ولكنها نعمل لها فيديو تاني. يا رب يكون الفيديو فاتكو، ولو استفدتوا منه يا ريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت ان شاء الله نشوفكم دايما متابعينا في خير، ونتمنى يا رب دايما الخير للجميع. نشوفكم على خير، السلام عليكم.